السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو جديد في لعبة ماتين تو الرسمي كالعادة. قبل ما نبدأ الفيديو حطيت في الوصف يعني أغلب القنوات اللي تنزل على الرسمي، والشباب اللي كانوا معتزلين ورجعوا ينزلوا فيديوهات راح تلاقون كل القنوات في الوصف، راح تستمتعون معهم إن شاء الله. وراح نبدأ في فيديو يلا بسم الله. كما وعدناكم يا شباب راح نجاوب على الاسئله اللي طرحتوا، يعني الاسئله استفسارات او شيء مهم. راح نبدا بالسؤال الاول ويقول: ما هي احسن زراعه الان في الرسمي؟ اخي احسن زراعه هي الزعماء، من الاخر اعطيها لك من الاخر. زعماء ميلي والهيدرا هذول احسن زعامين، لكن يبغى لهم راس مال كبير، تكون مركب ممتاز او لامع، ويكون عتادك اغلبيته يكون زائد سعود حوارج و في الوحوش وحرجة وخارقة، يكون معك ضروري ممتاز أو لامع أحمر. طبعا الهيدرا يعني صعب تمسكو وحدك، يعني لازم يمسكو شخصين يعني، لكن يبغى له تضبيط. يعني أهم زراعتين هم الميلي وشو اسمه والهيدرا. وعندك الجاتول لكن يتطلب خمس شخصيات والمهام يعني صعبة والتخريب ويعني مشاكل، وفي زراعات أخرى لكن تبقى ثانوية. وننتقل للسؤال الثاني وهو: كيف أستطيع بداية من الصفر بطريقة سهلة بدون تعب؟ يعني سويت فيديو أنا قبل سلسلة الصورة من البداية وراح أكمل فيها إن شاء الله بعدين بعد الامتحانات. يعني كما قلت لكم في أغلب الفيديوهات لازم يكون عندك شخصيتين، يعني لو علشان الغلط اللي يسووا الكثيرين يسوي شخصية واحدة ويبقى يتطور بها، ولما يتطور يلقى نفسه يعني تطور وهو بدون عتاد، وما يلقى اي خريطة يزارع فيها. مثلا انا الليفلي 55 اطلع للليفل 85 ما القى اي مكان ازارع فيه، لان الناس كثيرة تتحمس عشان التطوير. لو تبي تتطور لازم تكون عارف يعني مجهز عتادك ومضبط كل شيء. السؤال اللي بعده: ليش ما تحول حساب مبارزات وتشتري عشان مبارزات وتصور مقاطع مبارزات؟ قريب ان شاء الله راح نسوي فيديو مبارزات، والعشاد مبارزات موجود. يعني ناوي ان شاء الله اسوي فيديو مبارزات ان شاء الله. السؤال التالي: انا مو مشارك حدا في حسابي، بس بدل اطلع وادخل من حساب لحساب، مثلا البوف يعلق اقفز الصورة واكتب حساب الشمال وادخل عليه وهكذا، هذه عليها حذر ولا لا؟ هذه ما عليها حذر، لكن يفضل تبقى يعني بين ايميل وايميل تبقى خمس دقائق علشان تشد من حسابك ما راح ينحضر. السؤال التالي: انا حسابي مو قادر ادخل ولا قادر استعيد كلمة المرور، الحساب قديم جدا، عندك علم كيف ممكن استعيده؟ حاول تتذكر يعني الايميل اللي معك، الجيميل اللي مسوي به الحسابات، تراسل به الدعم وقل لهم المشكلة اللي عندك وان شاء الله يكون خير. سؤال تالي: انا دا محارب بحساب بوف وبحساب تاني، دائما العب في الاثنين ومرة بواحد، يعني اغير في جيم فورج بينهم، دي عليه حذر. نفس سؤال الاخ السابق، ما عليه حذر، لكن كما قلت لك يبقى خمس دقائق الى ست بين الحسابين علشان تدخل. مثلا انا دخلت للايميل الاول وخرج منه، ابقى خمس دقائق بعدها ادخل للايميل الثاني. السؤال التالي: كفو يا غالي، ويلكم باك، تسلم. لو بحتاج اطور بوف من الليفل 90 الى 95، كم يلزمه برق وشياطين؟ الحساب مو مخلص شي جراب، لسه كتب لعنه. يفضل اذا معك حساب اخر رئيسي مركب كيميائي ومجهز عتاد برق، تشحن في البوف تلقائي وتشحن في الحساب الرئيسي تلقائي وتطور مجموعه. هذه الطريقه جربتها طلعت اسهل واسرع بمرات من الطريقه يعني تشتري عتاد البوف. واذا ما معك شخصيه رئيسيه يعني اقل شيء برق يلزمك، علشان البوف 80 يعني 80 برق تكفي. اذا قلت لي مخلص شي كراب يعني 80 90 يعني تقدر على الوحوش اللي موجودين في الغرف الاولى، لان الغرف الاخيره صعبه فيها القائد السيطاو، يعني مشكله ما يجدد الدم بسرعه وصعب تقتله. وعندك شياطين يبغى لك شياطين اقل شيء 60 70 شياطين، اذا معك جرس ليفل يكون احسن. اذا ما معك تشري جرس معدل وتضيف لي قوه عناصر برق. السؤال التالي: اسعد الله مساء الجميع، باللعبه تواجهني مشكله انها تعلق وتقفل من نفسها،
اذا مريت من لاعب يقتل الوحوش اللي يعرف شلون انه يفيدني، الله يسعدك. على حسب علمي انا هذه المشكله وقعت لي كثير لما اكون العب بحساب يعني مواصفاته تعبانه، مثلا يكون عنده الكارت الشاشه تعبان والمعالج تعبان. يعني اتوقع المشكله في الحاسوب، عندك الحاسوب اغلب راح يكون الحاسوب، لان الحاسوب اللي يسوي هذه المشكله. جربت تقريبا 3 حواسيب يعني كلهم يعني كنت جربتهم زمان يسولوا لي هذه المشكله لما يكون الحاسوب تعبان. كما وعدتكم يا شباب، حل مشكله الحظر اللي كانت انا عانيت منها اشهر طويله لاني بدلت الحاسوب ونسيت ما اغير الوقت، وما كنت اعرف ان الوقت له علاقه في حظر الحساب. يعني ما كل مره كنت اغير شانيل او اسوي شيء تطير الصفحه وين حظر الحساب. يعني حل المشكله تدخل لهون، تدخل لي عند سيتينجز، تدخل لي الوقت واللغه، تشوف هذا الخيارين، يعني توقف هذا الخيار وتسوي الوقت اللي في بلدك انت، الوقت اللي في بلدك. انا مسوي الوقت اللي على البلد اللي انا فيه، تسوي هون بشكل يعني حدد بشكل اوتوماتيكي، تفعل هذا الخيارين، وبعدها ان شاء الله ما راح يكون في مشكله. يعني بتصير اللعبه معك تمام، ما راح تواجه اي مشكله في اللعبه او في يعني. انا من يوم ضبطت هذه الوقت مثلا على الوقت يعني على البلد اللي انا فيه، ولا مره انحضر الحساب، ما صار ينحضر ولا مره.